هنا الأخ يقول: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يعني السماء مقفل والله تعالى يقول ولو فتحنا، يعني لو. طبعا الكون مقفل أمامك أيها الإنسان، لأنك أقصى نقطة، قلنا أقصى نقطة وصلها الإنسان 400,000 كيلومتر إلى القمر، وال400,000 كيلومتر ماذا تساوي بالنسبة للوحدة الكونية الواحدة؟ قلنا الوحدة الفلكية، وحدة القياس يعني المتر، لو اعتبرنا كل وحدة فلكية التي هي 150 مليون كيلومتر اعتبرناها مترا، لأن القياس في الكون يكون إما بالسنة الضوئية التي هي 10 مليون كيلومتر تقريبا إلا قليل، أو على الأقل بالوحدة الفلكية التي هي 150 مليون كيلومتر، كلاهما مسافات كبيرة جدا. لذلك أنت لا تستطيع إذا أردت أن تصعد في الفضاء، تخرج خارج المجموعة الشمسية مثلا، هناك بوابات وطرق محددة، أي طريق آخر سيجرفك بعيدا ستموت. تمام أيها الأحبة؟ إذا المقصود ولو فتحنا عليهم بابا، هذا النفق أو لنقل القوس أو الطريق السريع من طرق الجاذبية لابد أن تدخله من المكان الصحيح، هذا هو الباب، يجب أن تبحث عنه وتدخل فيه، ستصل إلى ملايين الكيلومترات في زمن قليل جدا، ستعبر ملايين الكيلومترات في زمن قليل، لأنك ستستخدم قوة دفع الجاذبية، قوة دفع الجاذبية ستصل، يعني ستخترق مسافات كبيرة جدا في زمن قليل.